معنا عبر الانترنت من القدس الدكتور جمال عمرو، المحلل الاستراتيجي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور جمال. نبدأ من فتح كنيسة القيامة بعد تجميد الاحتلال، قرار جبي الضرائب عن أملاك الكنائس، كيف تقرأه في إطار الحديث عن نضال المقدسيين ضد الاحتلال؟ نعم، حياكم الله أخي الكريم والمشاهدين الكرام في كل مكان. وحياك. هذه موقعة باب الأسباط مرة أخرى، هذه صفعة جديدة تدل على أن الذين يقدمون صفعة القرن للأنظمة العربية لا يمكن أن يتلقوا صفعات من الشعوب. فالشعوب لها جوابها، وعندما تقف في خندق واحد وتتماسك وتتخذ قرارا استراتيجيا بهذا الحجم بإغلاق كنيسة القيامة لأول مرة في كل العهود السابقة، فإن ذلك له معنى كبير وكبير جدا لدى الفاتيكان، لدى الدول الأوروبية المسيحية، لدى النظام حتى الجائر الأمريكي. وبالتالي ما كان أمام نتنياهو إلا أن ينصاع عن يد وهو صاغر ويتراجع، وهو لم يلغي القرار، بل هو من الدرجة بخبث بأنه قرر مع ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بريخات، قرروا تجميد القرار. تجميد، نعم. وهنا الخطورة، وعلى الفلسطينيين أن يبقوا متحفزين وتبقى الجهودية في أعلى درجاتها، فإذا ما تحرك هذا القرار مرة أخرى أو مثله من القرارات الخطيرة تجاه المقدسات السامية والمسيحية وهي موحدة بموجب العهدة العمرية في القدس، فإن الشعب الفلسطيني سوف يكون لهم بالمرصاد. هكذا نقرأ. نقرأ أن الشعوب إذا قررت تستطيع قلب الطاولة، وهو ما ينبغي فعله الآن تجاه طفعة القرن التي صفع بها دونالد ترامب بالأنظمة العربية مجتمعة. إلى أي مدى ساهم العمل الدبلوماسي المتمثل في تحرك رئيس السلطة الفلسطينية دوليا من أجل أزمة الكنيسة؟ ساهم بالتأكيد، ساهم في إطالة المشكلة في باب الأسباط، وساهم أيضا في تعقيدها في قضية القيامة، فهو يتدخل في شيء يعني ليس له فيه حول ولا قوة، لأنه النظام الفلسطيني الرسمي المحترم هو الذي وضع الأغلال في يديه، هو الذي وضع بالتعبير الفلسطيني الكلبشات، هو مكلبش يعني هو مربط، وبالتالي ليس له أن يتدخل في شأن القدس التي وضعها مع المجاري والنفايات في أوسلو، وقال في الوضع النهائي، يعني نفاوض عليها في الوضع النهائي. انظر إلى الوضع النهائي يا سيدي، انظر تماما ما هو الوضع النهائي. الوضع النهائي أن يأتيك هتلر في واشنطن ويقرر مصير عصمة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، يقرر هذه صفعة القرن. تفضل أيها المفاوض الفلسطيني، وأنا عبر أثيركم أحيي الأخ طابع رقاط عندما قال أخي أبو مازن ما تزعلش، الذي يحكم الضفة الغربية الآن هو ليبرمان ومردخاي. ويعني هذا اعتراف رائع جدا، وعلى صغار المفاوضين أن يتبعوا سيدهم كبير المفاوضين. قد نطق بالحق بعد 24 سنة وهو صاحب كتاب الحياة مفاوضات، الآن عليه أن يحرق هذا الكتاب ويعود إلى الشعب ويعتذر ويقدم نفسه مع باقي المفاوضين إلى المحاكمة، لأنهم خذلوا هذا الشعب. طيب دكتور جمال، مع هذا الرد الشعبي لا تزال هناك أنباء تتواتر بشأن اقتحام مئات المستوطنين الصهاينة مقام قبر نبي يوسف في نابلس شمالية الضفة الغربية، ما الإجراءات المطلوبة من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات للمقدسات في القدس؟ نعم، هذا هو عيد المساخر البوريم، وهو مسخرة لكيان مسخرة، هو نفس الكيان مسخرة، هو تجميع عصابات ومافيا من هنا ومن هناك. وبالتالي قبل أن نطالب المجتمع الدولي، هذا الموقع ليوسف ويكات وهو أحد الصالحين السابقين من جيش صلاح الدين الأيوبي لا علاقة له بسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكنا نتمنى فعلا أن يكون المقام ليوسف، لأن ليوسف عليه السلام مكان في نفوسنا وقلوبنا ووجداننا وتاريخنا وقرآننا، شأنه شأن كل الأنبياء. اليهود هم قبوريون. طيب، قبل أن نطالب المجتمع الدولي، علينا أن نقول للسلطة الفلسطينية هذا في عقر داركم في نابلس عاصمة جبل النار. أنتم في السلطة الفلسطينية ماذا فعلتم لهؤلاء المجرمين؟ طيب أخيرا دكتور جمال، باختصار لو سمحتم، في ظل هذا التدافع سلطات الاحتلال مستمرة بأعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، إلى أين وصلت برأيك هذه الحفريات وما مدى تهديد المسجد المبارك له؟
ما أعرفه شخصيا عندما هبطت أكثر من مرة إلى هذه الحفريات مع السائحين الأجانب، أنها الآن تحت جدران الأقصى، وأن هناك بوابات في الجدار الغربي والجنوبي للأقصى ممنوع التصوير، ممنوع الدخول، ممنوع الاقتراب، تتجه تماما شمالا وشمال شرق تحت الأقصى مباشرة. وعندنا تصدعات في مصطبة يعني أبو بكر الصديق وهبوط للأشجار ما بين الكأس وهذه المصطبة يدل على أن الحفريات قد دخلت بالفعل تحت الأقصى واخترقت الآبار والأوقاف الإسلامية في غاية الصدمة، لأن الاحتلال يمنع اليونسكو ويمنع كل المراقبين ويمنع موظفين، هذا أمر خطير طبعا. نعم ولا من الدخول. نعم أشكرك من القدس دكتور جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني، شكرا لك.